مشروع ميزة مشروع قانون المالي ديال 2021 تعد في ظروف استثنائية. أنا ما غنتكلمش باسمية الحكومة لأن هي كتعرف الإكراهات اللي دارت فيها هذا المشروع، ولكن ما يمكنش في التقييم بشكل مطلق نقولوا أنه ما لا كاينة ميزانية، رفع كبير ميزانية التعليم فو، وعاوتاني خصنا نرجعوا للأرقام والميزانيات. كاين إجراءات كبيرة في المجال الصحي، في القطاع الصحي دايوغ، حتى الصناديق اللي كدار راه المستفيد الأول منها هو القطاع الصحي، حتى في صندوق تدبير الجائحة الأول خارج الاعتمادات الاعتيادية والتقليدية اللي كاينة في ميزانية وزارة الصحة. إذا بكل الملاحظات المسجلة على مشروع الميزانية الحالي اللي تعد في ظروف استثنائية واللي تابعاه تعبئة تمويلات كبيرة توصل 45 مليار ديال الدرهم بالنسبة لصندوق محمد السادس، اللي غيكون فيه طبعا أثر على جميع القطاعات المتضررة من الجائحة وعلى رأسها أيضا القطاع الصحي، عاد نمشيو للجانب الاستثماري وفرص الشغل. لا، أنا بالنسبة لي قطاع الصحة ما محتاجش اليوم النقاش يتعلق بالميزانية ولا التوظيف. أنا بالنسبة لي الصحة في المغرب أولا خصها نقاش على مستوى السياسة الصحية المعتمدة، فيها ارتباك كبير، وهذا الشيء قلناه وكررناه بشكل دائم، على مستوى صياغة ملامح سياسة صحية واضحة. ما غيكفيش فيها التقنيين فقط، خصها اختيارات ديال الدولة واختيارات ديال الحكومة اللي عندها بعد سياسي، والجانب الحكاماتي في وزارة الصحة من أعقد ومن أصعب الوزارات في التدبير ديالها على مستوى الحكامة هي قطاع الصحة، رغم أنه ماشي دائما إشكال فيها اعتمادات مالية، فيها إشكال ديال التدبير، ديال كثرة المتدخلين وديال الهيئات اللي كتشتغل فيها، واحد النوع ديال الأعراف والتقاليد اللي كتشتغل بها هذه الهيئات كلها المتدخلة في القطاع الصحي، لوبيات كبيرة على مستوى صناعات متعددة، التدبير ديال الصفقات ديالها وديال هادشي كله راه كان موضوع نقاش برلماني. عاد نجيو إلى مسألة التوظيف وتدبير الموارد البشرية، عاد نمشيو إلى السياسة ديال تدبير ديال المراكز الاستشفائية وديال المستشفيات وديال هذا كله، خصو إعادة نظر. معنى يعني الجائحة زادت تعرات، لأن اليوم حنا كبرلمانيين نتلقى بشكل دائم في تواصلنا مع المواطنين سواء اللي تصابوا بكورونا، رغم ان الازمه ماشي ديال الجائحه ماشي ما غناخدوهاش كعنوان للتقييم لانها وضع استثنائي وخلق ضغط الله يحسن العوان على الاطر الصحيه اللي دارت مجهود على المستشفيات، ولكن هذا الشيء ما كاين فيش انه عرى واقع سياسه صحيه ممكن نقول شبه منعدمه، وتدبير ديال القطاع الصحه فيه اشكالات كبيره على المستوى الحكاماتي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.